انا سبق ان قلتها قبل شوي، قلت لك الدوسري وصلتني اخباره بطريقه وباخرى انه ثنى علي في احد تغريداته او ثلاث تغريدات زي كذا، يعني كان كذا تغريده. ابو سلطان قام اعلامي وله باع باع وش باع؟ باع باع اي يعني إيه؟ شكرا في الاعلام، شكرا الاعلام السعودي. لما تجيك اشاده من شخص لما لديه الخبره الكافيه ويمكن اكثر من 25 سنه، لا لا ترى عود من عام 1423 اتوقع عمره 70 ما عليك. لا هو يقول لنا قالنا دخلياته احد دخلياته قال اكثر من 25 سنه اتوقع، فلما يعني تجيك الاشاده منه من عمري فهي وسام على الصدر من ابو سلطان، بس جاي نافسه وكلامه فوق راسي وباذن الله. لا طالع بالكاميرا عشان كذا قال ما طالع بالكاميرا. ولد وباذن الله يا ابو سلطان نكون قد الهقوه باذن الله. ترى الترك الدوسري قاعد ينافسني الحين في الاعلام يا رجال.